القضيه تاعي انا تعرضت لعمليه ارهابيه في السبيطار هذا، فهمت؟ والارهابيين هادو راهم هنا لداخل المستشفى. هكذا كان وصف والد الجنين الميت ببطن امه للطاقم الطبي بالمؤسسه الاستشفائيه الام والطفل بورقله، بعدما اهتزت المصلحه على وقع وفاه ابنه بعد ولادته وسط ظروف غامضه. قالت المراه تاعي لاباس عليها، ليلتين بيت عندهم، الليله الاولى لاباس عليه البيبي، حتى للساعتين تاع الليل وانا نحكي مع المراه تاعي، وداروا الراديو الاول، وداروا الراديو التخطيطي تاع القلب تاع البيبي لاباس عليه. الصباح 8 تاع الصباح عيطوا لي يقولوا لي ميت. وراهم الشيف سيرفيس هذا. وراهم لي بارمانو. والد الجنين الميت تقدم بشكوى الى وكيل الجمهورية لدى محكمة ورقلة من اجل تقديم توضيحات حول مصير وفاة الجنين ومحاسبة المتورطين في الحادث. عملية سيزاريير خرج البيبي. قال لي سيزاريير راه تكلفنا. وانا مسؤول على كلامي. وانا قدمت شكوى لوكيل الجمهورية. فهمت؟ راني نتبع بها قضائيا. يا خويا ديروا لنا حل، انا ما قلتهمش رجعوا لي روح تاع الملائكه هذيك، بصح حقه في الدنيا هنا نجيبه. فهمت؟ انا مسؤول على حقه. فهمت؟ باسكو انا دوك نحكي الحاله تاعي راحت صاي الله يربح، باش راح اللي يجي من بعدي راح يضر اكثر. تفضلي خلي حاجه. تيات القضية حاولنا الاتصال بمدير المؤسسة الاستشفائية للأم والطفل بولاية ورقلة إلا أنه رفض التصريح بأي شيء. كان معكم مراسل قناة نوميديا تي في يوسف بن فاضل من ولاية ورقلة.